مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الكاستر بالبيت. في ناس كتير عم يبعتوا تعليق ما عم بيلاقوا كاستر بالسوبر ماركت. اول شي عنا 300 ملي حليب، صفار بيضتين، ملعتين طعام سكر، وملعقة صغيرة ملاني نشا. بنحطهم كلهم فوق بعض. بسم الله. حركن اول شي مع بعض. هلا بحطن على الغاز وبحرك تحريك مستمر. بس غلى الكاستر هلا بطفي الغاز. هلا بحط فوق النقطة صغيرة فانيلا، حوالي ربع ملعقة صغيرة، وبحركن مع بعض. هيدا الكاستر صار جاهز. هلا بحطه بكاسات بهيدي الطريقة. هيدا الكاستر اللي عملته أنا وياكم، بديل الكاستر اللي بنشتريه من السوبر ماركت. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.